المملكة، والمملكة اتفككت، وجم الرومان وهدموا المدينة المقدسة بتاعتهم اللي هي اسمها ايه؟ لا، اللي هي دي المدينة المسيحية اللي اتبنت في المقابلة، هي اسمها أورشليم، وهم بيوصفوها بإيه؟ بإنها بيتها المقدس. وبيتها المقدس دي بالعربي يعني إيه؟ يعني بيت المقدس، يعني القدس، يعني على القدس رايحين. ده تأكيد للمفهوم اليهودي مش الإسلامي. الإسلام ما يعرفش القدس، ما يعرفش. ولما راحوا استلموا المدينة، استلموا مدينة إيليا، حدوتة القدس دي ظهرت في القرن الثاني الهجري، استعارة من الوصف العبراني للمدينة المقدسة البائدة. مش تعرف بس ان احنا بنتخانق وهو مفيش موضوع. ده انت كل ما تقول القدس انت بتأكد المفهوم اليهودي وبتمسح المفهوم المسيحي. يعني كل ما يتعلق بالتراث المسيحي من كنيسة القيامة الى صليب الصلابون اللي هو اللي اتصلب مفروض عليه القطعة اللي باقية يعني منه، الى المسار الطويل ده في المفهوم المسيحي، ده متعلق بمدينة اسمها إيليا، لأن أورشليم كانت اتمسحت من الأنقاض، ما فيش تراب. أوليانوس، إليانوس مسح، مش كانوا بيعملوا مشاكل. وبإزائها في الناحية التانية قامت مدينة اللي هي دلوقتي بنقول عليها القدس. فأنت بتقول القدس على المدينة المسيحية اللي اسمها إيليا، وبتستعير المفهوم العبري اللي بيقدس مدينة الرب أو إحدى عاصمتين إسرائيل القديمة. شوف التداخل.